نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة جلسة حوارية بعنوان لقاء الرائدات بالواعدات، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. هذه الجلسة جمعت عددا من الرائدات البحرينيات الأوائل في مجال العمل القانوني والعدلي بالجيل النسائي الواعد من العاملات في ذات المجال، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي. وقد أكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين استطاعت أن تتقدم خطوات واسعة تجاه تمكين المرأة في المجالين القانوني والعدلي مع توفر إرادة سياسية داعمة ومجتمع منفتح إزاء قضايا تعليم المرأة ودعمها، معربة عن تفاؤلها بهن وبقدرتهن على تسجيل المزيد من النجاحات في المجالين القانوني والعدلي. وألفتت إلى أن المجتمع البحريني والرجل البحريني خاصة يشجع المرأة على التعليم والدخول في اختصاصات فيها الكثير من التحدي مثل المحاماة والدراسات القانونية، وأوضحت أن دراسة القانون تصقل الشخصية وتعلمها، موضحة أنه لا يوجد هناك أي موانع دستورية أو قانونية يعيق تقدم المرأة، فهي تحظى بمساواة كاملة مع الرجل وقادرة على تطوير المنظومة التشريعية والوصول إلى أعلى المناصب في المؤسسات القانونية والعدلية في مملكة البحرين. المجلس الأعلى للمرأة الآن قاعد يساعد المرأة بشكل كبير جدا، قاعد يعطيها الفرص، قاعد حتى يعني يشرف على كيفية إعطائها الفرص من خلال الوزارات يعني. فأنا أعتقد أن يعني إحنا في جو يعني ثقافي جدا يعني يسمح بتمكين المرأة ويضعها في مراكز صنع القرار. أنا بالنسبة لي قراءتي لتجربتي قراءة إن شاء الله ناجحة، ونجاحها أشوفها في عيون الآخرين، في نجاح الآخرين مثل ما قلت نجاحها على نطاق الأسري أبنائي، يعني أحمد ربي إن أنا كنت لهم قدوة في العمل المهني. أصبح المهام توكل، المهام ذات التخصص وذات الكفاءة أصبحت توكل إلى المستشارات يعني بخصوصية، لكون إنهم فعلا كل واحدة في مجال عملها لديها تخصص بعينها، لديها إبداع. كنت أول قاضية، وبالنسبة لي إني أنا وصولي لأول قاضية للأمانة لم أجد تمت صعوبات أو تحديات، كان الطريق ممهد لي. ممكن الرائدات التي سبقونا وسمعنا اليوم في لقائهم أنه كان في عقبات لهم، بس بالنسبة للجيل اللي أنا جيت فيه بالعكس، يعني في 2002 تم إنشاء النيابة العامة، في 2003 تم تفعيلها، وأنا كنت من الدفعة الأولى اللي تم عملنا كنيابة عامة، وبعدها بكم سنة التحقت في القضاء كأمر ملكي. التحديات يمكن قد تكون قلت بوجود المجلس الأعلى للمرأة الداعم للمرأة والذي يضع الاستراتيجيات المحددة الأهداف للنهوض بها، فوجوده وجهوده قلل من وجود التحديات اللي ممكن توجد للمرأة حاليا. يأتي دور معهد الدراسات القضائية والقانونية في دعم وإبراز دور المرأة بما يتفق مع استراتيجية عمل المعهد ورؤية مجلس أمنائه. فطبعا نظم المعهد العديد من الفعاليات تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، ومن ضمن هذه الفعاليات هي فعالية اليوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. المرأة القانونية على العسكرية ماخذة كل حقها في وزارة الداخلية، الحمد لله رب العالمين بفضل معالي وزير الداخلية والقائمين على الوزارة، جميع المسؤولين من رجال أو نساء يعطونا كل حقوقنا القانونية، وكلمة المرأة القانونية في الوزارة مسموعة على الصعيد القانوني.